السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور عبد الحكيم، السلام عليكم دكتور. السلام عليكم أستاذ عامر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية يا رب. الله يكرمك أستاذ. يلا على التسعة إن شاء الله ونبدأ. إن شاء الله. شكرا جزيلا على تشريفك لينا. العفو الله وتعمل يبارك فيك. شير سكرين. تمام إن شاء الله. تسلم تسلم. ولكن.
السلام عليكم دكتور. حياك الله استاذ عمر، السلام عليكم. السلام. دكتور عبد الحكيم محسن هو خريج حلب ويعمل حاليا في التحضير لبحث الدكتوراه، وعمل بعد التخرج مع الوحده الهندسيه لجامعه حلب، ثم انتقل للمملكه العربيه السعوديه وعمل بها بكبرى الشركات مجموعه الراشد، حيث يعتبر من افضل 10 شركات بالمملكه العربيه السعوديه لمده 10 سنوات، وتدرج بها مهندس مدني بالابراج الكهربائيه ومحطات الكهرباء الى مدير مشروع محطات معالجه مياه، واستقر اخيرا كمسؤول للاعمال المدنيه في فرع الشركه بالمنطقه الشرقيه. عمل خلال فتره 10 سنوات بالتصاميم الهندسيه ومراجعتها مثل المحطات وخطوط نقل الكهرباء، ثم انتقل للعمل بمؤسسة مقاولات عام 2011 كمدير مشاريع، تعمل بالتدعيم والتنفيذ وتقديم الحلول الهندسية، وأيضا متعاون مع شركات التدعيم وتنفيذ الباي. تفضل دكتور. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملائنا. اسمحوا لي بداية أن أتقدم بالشكر الحقيقة للمهندس عمر سليم اللي له الشكر الكبير حقا لاهتمامه بنشر العلم وحرصه على تقديم الفائدة أيضا من خلال بيم أرابيا، والحقيقة بشرفني اليوم أكون معه في بيم أرابيا بهذا اللقاء عن الترانسميشن لاين، وهو راح تكون إن شاء الله عبارة عن سلسلة محاضرات من الترانسميشن لاين لنوصل لمرحلة نقدم للمهندس المدني أن يكون قادر بمرحلة ما على أنه يدخل بتصميم الأبراج الكهربائية. بشكرك كثير كثير أستاذ عمر، واسمح لي أبدأ محاضرة اليوم. اليوم زملائنا الكرام، الله بارك فيك، اليوم زملائنا الكرام راح نعمل مقدمة عن المشاريع أو الأوفرهيد لاين ترانسميشن لاين لما له أهمية في الاقتصاد وفي ميزانيات الدول وفي التي تتمثل بنقل الطاقة الكهربائية. بالنسبة للترانسميشن لاين يمكن كثير من زملائنا بالجامعة ما بندرسه ولا بنعرف شو هو الترانسميشن لاين، حتى إذا تخرجنا إذا ما اشتغلنا بالترانسميشن لاين، وكثير من الزملاء كانوا يتواصلوا لبعض الاستفسارات والاستشارات بموضوع الترانسميشن لاين وكيف اللود بتطبق على الترانسميشن لاين. الحقيقة من خلال هذه الاستفسارات والطلبات من الزملاء حابين نقدم مبدئيا اليوم عبارة عن تعريف الترانسميشن لاين، عناصر الترانسميشن لاين، وما هي الحمولات على الترانسميشن لاين، ونذكر حالات اللي بيحصل فيها فشل أو انهيار بالأبراج الكهربائية. السبب في ذلك لاختيارنا لهذا الموضوع حتى يكون عند زملائنا سواء المصممين أو المنفذين يكون عنده فكرة عن ترانسميشن لاين أو اللاتس ستيل ستراكتشر إذا بيوم الأيام اشتغل سواء بالتنفيذ أو بالتصميم، حتى ما يغفل عن بعض الأمور أو كثير من الأمور الهامة. طبعاً اللي برجع للتصميم ممكن يروح للـ ASTE 10-15 اللي بيحكي عن التصميم لللاتس ستيل ستراكتشر، وهذا إن شاء الله بدنا ناخده بلقاءات قادمة سواء على بيم أرابيا أو المنصات الأخرى على اليوتيوب أو بالفيس إن شاء الله. العناصر الرئيسية راح نشوف الآن هي لمكونات الأوفرهيد لاين، المجازات بالأوفرهيد لاين، المسافات بين السبان لسبان، وراح نشوف أيضاً شو هو البلان والبروفايل والتور، كيف نختار التور أو البرج الكهربائي. بصورة مبسطة لأحد مشاريع الأوفرهيد لاين بنلاحظهم في هالصورة هاي عندنا خط أو عدة خطوط ستريت لاين. الستريت لاين هاد بمشي عنا الأبراج الكهربائية بخط مستقيم لا تنحرف عن بعضها، لذلك بنسميها سسبنشن تاور أو ستريت تاور.
طبعا بنلاحظون ليش بنسميها سسبنشن، لان بتكون معلقه للكوندكتر، وهلق راح نشوف ان شاء الله كل العناصر للتور بتكون معلقه فقط تعليق، ما بيكون في عندنا اي لود او تنشن لود. لاحظوا عندي بالصوره الثانيه كيف الانزوليتر مع الكوندكتر، طبعا النواقل الكهربائيه اسمها كوندكتر، وكيف نحول الكيبل لزاويه 90 درجه. فبالتالي في عندي انا انجل تاور وعندي ستريت تاور. بنلاحظ بالتاور على البعيد، بنلاحظ التاور هون، في عندي انجل تاور زاويه اخف من 90، البرج الظاهر امامنا بالصوره زاويته 90 درجه. الحمولات على السسبنشن تاور تختلف من الحمولات على الانجل تاور. الصوره هون بنوضح وبنعرف بالعناصر الرئيسيه بالترانسميشن لاين، واللي ممكن تقروها بمخططات المعده من قبل مهندسين الكهرباء او مهندس للترانسميشن لاين. في عندنا الايرث واير اللي بتعلق باعلى البرج باعلى التور، في عندي الكروس ارم هي الازرعه للبرج اللي بتحمل الانزوليتر وبتحمل الهانجر اللي بشيل الكوندكتر، وفي عندي ايضا شيء اسمه دمبر هني مخمدات للاهتزاز. هاي الكوندكترز النواقل الكهربائيه الانزوليتر، وفي عندي سبيسر ايضا بين النواقل الكهربائيه ليحافظ على المسافه ما يصير في اي تماس بخطوط بالنواقل الكهربائيه، وايضا بيساعد على عدم اهتزاز الناقل الكهربائي او الكوندكتر. العناصر هذه هي العناصر الشامله للابراج الكهربائيه. العنصر الرئيسي هو اللي موضوعنا اليوم ايضا هو التاورز اللي او جسد التاورز، بنسميه البادي تبع التاورز، وهالبادي ممكن يكون له اكستنشن راح نشوف حسب البلان والبروفايل. طبعا هون ايضا انواع من الابراج الكهربائيه الممكن تصادف. بالنسبه للنواقل الكهربائيه لازم نعرف نحن بالمخططات الكهربائيه، انا كمهندس مدني حتى اصمم مزبوط واحسب حمولاتي مزبوط، شو معنى سيركت؟ شو معنى دبل سيركت؟ فالسيركت مثل التيار الكهربائي المنزلي مثل ما بنعرف جميعا بتألف من ثلاث كيابل او ثلاث ويرات، هن ريد ويلو وبلو. الريد اليلو بلو هن بيشكلوا لي التيار الكهربائي بالمنزل، وايضا بالترانسميشن لاين عندي الكرنت هو مؤلف من ثلاث نواقل بنسميها ريد ويلو وبلو او ار واي بي. طبعا بنلاحظ هون في عندي انا اثنين كوندكتر ممكن يشيل هالانزوليتر او الهانجر، اثنين كوندكتر ممكن يشيل، عندي اكثر من كوندكتر ممكن يشيل ثلاثه ممكن اربعه، ف ببعض المشاريع ممكن يوصل ل 8 كوندكتر ناقلون. اذا نرجع نقول الكارنت الواحد التيار الواحد بتألف من بلو يلو ار. اذا عندي انا ريد واي بلو بطرف، وعندي سواء ريد واي بلو او ار واي بلو بطرف اخر، بنسمي هالجمله هاي دبل سيركت. اذا لما بشوف انا ب مخططات الكهرباء عندي دبل سيركت، معناته أنا عندي كوندكترز يمين ويسار. إذا عندي دبل سيركت سينجل كوندكتر، معناته مثل الصورة اللي على يسار أنا عندي فقط كوندكتر واحد بينقله. وهذا منين بيفيدني وليش بيفيدني؟ لأني عند بدي أحسب اللود على الكوندكتر بعرف أني عندي كوندكتر واحد، ما عندي اثنين كوندكتر إذا كان سينجل، وإذا كان سنجل بيكون معناته عندي اثنين كوندكتر بكل انزوليتر. من هون
بتجي اهميه معرفه شو معنى التيار او شو معنى سيركت، شو معنى دبل سيركت، شو معنى وان كوندكتر، شو معنى دبل كوندكتر، دبل سيركت، دبل كوندكتر. هالمسميات المهمة كتير كتير ولازم ننتبه لها ونتعرف عليها. الخط اللي بمر فيه او خلينا نسمي طريق الاوفرهيد لاين بيعدي انا بكتير امور، بيعدي بطرق، بيقطع وديان، سكك حديدية، جسور. هل بلان اند بروفايل هذا اللي بنستخدمه هو بيحدد لي ارتفاع التور، ومنين بيحدد لي اياه؟ من الساق تبع التور او تبع الكوندكتر بالنسبه للجراوند ليفل او منسوب الارض الطبيعيه حسب المواصفات اللي انت عمال تتبعها بكود بيحدد لك المينيمم ساق بالنسبه لارتفاعه بالنسبه للارض. ومن هون انت بتبلش تتحكم بعدد الابراج والمسافه بين هذه الابراج. وهذا الحقيقه البلان البروفايل له اهميه كثير كثير كبيره بتحديد عدد الابراج واختصار عدد الابراج، واللي له موضوع اقتصادي كبير كبير. نشوف بالشكل هون، لاحظوا عندي حكينا على السنجل كوندكتر وحكينا او عفوا على الدبل سيركت وعلى السنجل سيركت. بنلاحظ عندي هون بالخط الابراج الكهربائيه عندي ار واي بي يمين ويسار، لكن عباره عندي ار واي بي في البرج. فهون انا بسميه سيركت واحد سنجل سيركت ترانسميشن لاين، اما بالصوره تحت اذا بنسميه دبل سيركت ترانسميشن لاين. طبعا الابراج الكهربائيه مو بس بنقل الكهرباء، ايضا بنستخدمها بتوليد الكهرباء وخاصه بالعنفات اللي بتولد الرياح. والحقيقه العنفات بتولد عزوم انقلاب وعزوم فتل كبيره لا يمكن لاي منشأ يتحملها ويكون اقتصادي سوى الابراج الكهربائيه. اي بس لمحه ايضا عن الابراج. في عندي انا لازم اعرف ايضا الرولينج سبان والويند سبان والويت سبان. الرولينج سبان الحقيقة هو عبارة عن اثنين انجل تاور. طبعا نحن راح نشوف البلان فراي في عندي انجل تاور، بين الانجل تاور والانجل تاور ممكن يكون عندي انا ستريت او سسبنشن تاور. السسبنشن تاور عبارة عن السسبنشن اللي على استقامة واحدة او درجة انحراف احد الابراج ممكن ما تزيد عن 2 ل 3 درجه مئويه عن الاستقامه. وطبعا هذا بيرجع للمواصفات لكل مشروع، لانه ممكن توصل 2 ممكن ل 3، وبناء عليها بنسمي البرج سسبنشن او انجل سمول انجل او بيج انجل. فالرولينج سبان هو عبارة عن الباور 3 لكل المسافات بين التورات على مجموع المسافات. بيطلع لي الرولينج سبان اللي بستخدمه بحساب الويت والتنشن والساق بالكيبل او الكوندكتر. الويند سبان اهميته اني لازم احسبه انا مشان احسب الحمولات على الكوندكتر. فالويند سبان عندنا طريقتين لحسابه، اما بناخذه هو نصف المسافه بين الابراج او بين البرج اليمين ويسار البرج للبرج اللي بالمنتصف، او باخذه من البرج الى اخفض نقطه او للساق على اليمين ولا اخفض نقطه على اليسار، مجموع A1 وA2 اللي بيمسكوا هي المسافة من التور إلى أخفض نقطة بالكوندكتر يمين، ومن التور لأخفض نقطة على اليسار، فبيعطيني الويند سبان والويت سبان.
طبعاً هم مهمين كتير كتير اللي نستخدمون في حسابات حمولات الرياح والأوزان للكوندكتر. أنواع الأبراج الكهربائية، الحقيقة أبراج الكهربائية إلى أنواع كتيرة، اخترنا مجموعة من الأنواع اللي هي مسميات KX وK وD وXD وKD. هل أشكال الكهربائية أو الأشكال للأبراج الكهربائية Lattice Steel Structure تصنف لكل نوع من أنواع الجهد الكهربائي اللي بتنقله؟ طبعاً الكي لأنه بيجي بشكل حرف كي، كل شكل أخذوا بنفس الحرف وسموه للبرج الكهربائي. طبعاً زملاء كل شكل من الأشكال مثل ما قلنا برجع للجهد الكهربائي، ورح نشوف شو العوامل اللي بتأثر لاختيارنا لنوع التور اللي هو الفولتاج، السايز تبع الكوندكترز، والسبان لينكس بين الأبراج. كل هالعوامل هي الثلاثة بتلعب دور رئيسي بتحديد نوع اللاتيس ستيل استراكتشر بخطوط الكهرباء. فمثل ما بنعرف عندنا خطوط الكهرباء تبدأ من 63 كيلو فولت، ممكن نوصل ل 1200 كيلو فولت بحسب الجهد، حسب السايز تبع الكوندكترز. السبان بين البرج والبرج بيحدد لي نوع التور، إضافة للبلان البروفايل حسب وقوع الأبراج المتجاورة بالنسبة للطبيعة الجغرافية اللي راح نشوفها بالبلان والبروفايل. لاحظوا معي هون زملائنا، هذا البلان والبروفايل اللي بنسميه واللي هم بيلعب دور رئيسي بانك تحدد عدد الابراج الكهربائيه وانك تختار اقل عدد ممكن. لان خطوط النقل الكهربائيه اذا بدي احكي انا بالمملكه العربيه السعوديه، طبعا احيانا تصل لمئات الكيلومترات، وفي بعض المشاريع الألف أو 1200 كيلومتر بأربع تور. أنت عم تحكي تقريباً عن 4000 أو 4500 برج. فمهم جداً جداً أختار البلان والبروفايل بحيث يعطيني أقل عدد من الأبراج، وهذا بسبب العامل الاقتصادي، لأن توفير برج واحد تقريباً ممكن توفر لك لا يقل عن 500,000 ريال. بنلاحظ البلان بروفايل هون الأبراج باللون الأحمر، ثم ينتقل الكروست للطريق بزاوية تقريبا 90 درجة، بنسميه أنجل تاور، ورح نشوف إن شاء الله بالسلايدات القادمة الزوايا ومسميات كل برج بالأبراج. البلان والبروفايل او البروفايل تبع التور مثل ما ملاحظين، بنلاحظ بنحط التور وارتفاعه بالبدايه، وبنحط المسافات بين الابراج حسب التضاريس، وبالتالي بنحسب عفوا الساق من خلال الانزوليتر والكوندكتر. وهل البلان والبروفايل بخليني اما ازيد البيزك بودي للتور او اعمل لك اكستنشن بحيث يكون عندي دائما التصاميم عندي اقتصادية وأقل عدد، بكرر أقل عدد من الأبراج. ملاحظون عنا التانجنت تاور أو السسبنشن تاور بخطوط الكهرباء من 69 كيلو فولت ل 230 من 0 ل 3 درجة، نعتبره سسبنشن تاور أو تانجنت تاور، زاويته من 0 ل 3 يعني انحراف البرج عن خط مسار الأبراج الكهربائية. ممكن الستاندر الموجود اللي أنا بعرضه ممكن يكون في بعض الدول الشغالين فيه الزملاء سواء بمصر أو بالإمارات العربية بعمان تكون تختلف قليلا عن هذه الدرجات، ممكن تكون من 0 ل 2 مثلا أو من 0 ل 3 محددة.
لكن نحن هون هذا النظام أو الأنظمة اللي شغالين عليها في المملكة العربية السعودية، تانجان تاور من 0 إلى 3، من 69 إلى 230، من 0 إلى 2 إلى 380، السمول أنجل من 2 إلى 10، لللايت أنجل من 10 إلى 30، والميديوم أنجل من 30 إلى 45، واللارج أنجل من 45 إلى 60، والهيفي أنجل من 60 إلى 90. طبعاً أيضاً اللي برجع بس للكيلو فولت اللي بيحددها عندي بنفس الستاندر، إني من 60 إلى 90 بالأبراج الكهربائية، اللي الفولتاج تبعها من 69 كيلو فولت ل 380، محدد المواصفات والستاندر اللي شغالين عليه. ايضا ممكن عندي التانجنت والانجل تاور، وفي عندي الانكر تاور. الانكر تاور هو البرج الاخير باي خط، او البرج البدايه اللي بيكون عنده نهايه الترانسميشن لاين وبينقل الكهرباء للجانتري، فمسميه انكر تاور. وفي عند الديد اند تاور ايضا نفسه اللي بيكون بنهايه الخط. وفي الترانسبوزيشن تاور، الترانسبوزيشن تاور هو عباره عن برج نقل. احيانا هذا الترانسبوزيشن ممكن نستخدمه اذا في عندي خطوط كهرباء وبده يتقاطع مع خط كهرباء ثاني، ممكن استخدم هذا الترانسبوزيشن تاور ويكون ارتفاعه كبير وحمولاته كبيرة، وأحيانا نسميه نحن سبيشال تاور. الماتيريال المستخدمة في تصميم، طبعا فكرة بس بسيطة عن التصميم لأني رح نحكي إن شاء الله بالمستقبل عن تصميم العناصر باللاتس الستيل ستكتر. نحن مستخدمه هون الـ ASTM A36 والـ ASTM 572 بالنسبة للستيل ستكتر للزوايا والبادي تبع التاور. بالنسبة للبراغي نستخدم الـ ASTM 394 والـ ASTM 583 والـ F436 حسب الـ ASTM. ننتقل لموضوع اللود. اللود على التاور، عندي الكوندكتر بتعرض لحمولات الرياح، عندي التاور نفسه بيجي وزن ذاتي، وعندي التنشن اللي بنتج عن ايش؟ بنتج عن انحراف البرج. لما بيكون عندي انجل تاور بصير عندي شد بالبرج، لذلك بنسميه انجل او تنشن تاور. ف اللود عندي اولا في الويند لود بحسبها ب 2 ويند لود. في عندي اول شيء الستاندر ويند لود، واللي بتعطيني اولا الضغط هو عباره عن 43 كيلو جرام على المتر المربع، هذا الويند بريجر. اما الهاي ويند لود اللي هي 101 كيلو جرام على المتر المربع. طبعا في حديثا تم زياده سرعات الرياح، طبعا هي محسوبه من سرعه الرياح، اخفض سرعه الرياح او اعلى سرعه الرياح ممكن تاثر على البرج. الحقيقة زادت عنا سرعات الرياح بالستاندر، لذلك هاي القيم ممكن توصل 63 وهون ممكن توصل 120 أو 130 كيلو جرام على المتر المربع. لذلك الويند بريجر الستاندر لازم أحسبها طبعا من سرعة الرياح اللي عندي حسب الكود. إذا الويند لود في عندي هاي ويند ترانسفير وهاي ويند لونجيتيودينال، وفي عندي ستاندر ويند ترانسفير وعندي ستاندر ويند لونجيتيودينال. بالنسبه لتراكيب الحمولات ايضا ان شاء الله، دائما معلش اعذروني دائما بذكر، راح يكون في محاضرات قادمه ان شاء الله ل نعرف للزملاء عن التري لود على البرج الكهربائي، من ايش بتتشكل كل كومبينيشن من الكومبينيشنز اللي عندنا. الويند لود عندي اثنين، هاي ويند وستاندر ويند، والاثنين اتون بتطبقوا باللونجيتيودينال على طول مسار الخط الكهربائي، والترانسفيرس لود هي العموديه على الخط
الكهربائي. إذا ويند لود بي للترانسفير واللونجيتودينال بي الهاي بريجر والستاندر ويند بريجر بحسبهم لعناصر الكوندكتور والتاور. طبعا عندي ايضا اللونجيتودينال لود والتورجنال لود ايضا من الحمولات على الابراج الكهربائيه. لاحظوا عندي اللونجيتودينال ممكن هي كل شيء عندك مع الخط مثل ما قلنا نسميها لونجيتودينال لود، والتورجنال لود هي بتنشأ عن البروكن واير لودينج نتيجة انقطاع خط من الخطوط الكهربائية بيعمل خلل بتوازن القوى على البرج الكهربائي، فبالتالي بيؤدي لفتل هذا البرج الكهربائي وتشكيل عليه قوى فتل، بالأخير كلياتها تتحول لقوى ناظمية، لأن نحن اللات ستيل ستراكتشر بخضع لقوى ناظمية فقط أو قوى أكسل لود سواء تنشن سواء كومبريشن. حتى التورجن اللود اللي راح تتشكل على البرج تتحول أيضا لقوى ضغط وقوى شد على عناصر أو على زوايا المشكلة للبرج الكهربائي. في عنا الكونستراكشن والمينتيننس لود. عندي عملية الصيانة، عندي حمولات الصيانة اللي بتكون على العناصر للبرج الكهربائي، وعندي الكونستراكشن لود. المينتيننس ممكن يكون عندي تبديل أبراج كهربائية، لما بيكون عندي تبديل أبراج كهربائية نتيجة انهيار، نتيجة طبعا الانهيار لأي سبب سواء سوء تصميم أو سرقات أو اصطدام، رح نذكر أسباب الانهيار إن شاء الله بعد قليل. هل المينتيننس هاي لازم أعرفه أنا وأشوفه؟ لأني ممكن أنا أعمل temporary structure. لما بعمل temporary structure بالمينتيننس لود بيكون عندي ممكن يصير عندي انحراف البرج، فهالأمور هاي لازم أدرسها. طبعا هاي بمرحلة المينتيننس ولازم أكون مع المينتيننس. لما بقدم أنا التصميم بتم مراجعته من قبل المينتيننس ديبارتمنت. الكونستراكشن لود أثناء التنفيذ بنلاحظ بالصورة هون عندي البولينج أو أثناء السترينكينج في عندي شد أنا للكيابل، الكيابل المعلقة بالكوندكتر فوق وعمال أعمل بولينج إلى هالماشين. هاي كل نوع من أنواع الفولتاج أو الجهد الكهربائي للخط الكهرباء له نوع وطاقة محددة بالمشين لشد الكيبل. أحياناً شد الكيبل أو عملية البولينج بأثناء السترينجينج ممكن تؤدي لقوى عالية نتيجة زيادة قوة الشد أو الخطأ بزاوية الشد، فبالتالي أنت بتعمل شد زيادة على البرج ممكن تعطيه لقوى ضاغطة نتيجة تحوله من القوى المائلة لقوى الضاغطة ممكن يؤدي للانهيار. ممكن يكون عندي أيضا باللود كونديشن عندي السيركت بريكر لود هو عبارة عن الجهد الكهربائي، أحيانا بيعطيك أيضا قوة هاي بناخذها من مهندسين الكهرباء ومنطبقة على البريكرات. load combination factor في عندي الترانسفيرس مثل ما قلنا ترانسفيرس لود واللونجيتودينال لود بالجدول لكل نوع من الستاندر ويند او الهاي ويند او البروكن واير او السترينجينج او الهيفي فيرتيكال لودينج، وبيعطيني السيفتي فاكتور لكل نوع من انواع الحمولات اللي بدي طبق عليها بعملية الكومبينيشن. وهذا الجدول بيوضح ذلك، بيعطيني إما ترانسفيرس لود أو بالفيرتيكال لود واللونجيتودينال لود والأوبليك لود إذا في عندي زاوية للبرج، وبكل حالة من حالات الحمولات في عندي السيفتي فاكتور اللي لازم أطبقه أو الأوفرول فاكتور كومبينيشن. طبعا برجع بذكر راح إن شاء الله ناخذ
بنجمع الحمولات كلياتها ومنطبق اللود تري عليها. اللاتيس ستيل ستراكشر شكله وابعاده كيف بتم تحديدها حقيقه، هي كمان من الامور المهمه جدا جدا. مثل ما ذكرنا الساك انتنشن الانزوليتر، في عندي انا بين الكروس ارم بتعلق الانزوليتر، المسافه بين الانزوليتر موجوده، كم سيركت عندي بالمواصفات موجوده، المينيمم ساك تنشن موجود ومنه بحدد بعدين المينيمم ساك مع المسافات بين الانزوليتر، بضيف بعدين بتحدد مع البيزك بادي لمنسوب الارض الطبيعي. طيب في كثير زملاء بيسالوا كيف بنحدد العرض والويتس للتور. حقيقه في عده علاقات، احدى العلاقات هي بالويتس تبع التور، هي 0.42 جذر الام او 0.013 تحت الجذر ام. ام هي الام، هي اوفر تورنينج مومنت اباوت ذا جراوند ليفل. في عندي الاوفر تورنينج مومنت الام كبيره عند منسوب الارض الطبيعيه تحت الجذر مضروب 0.42، بطلع عندي انا الويتس او المينيمم ويتس للبرج الكهربائي، وان شاء الله كمان راح ناخذ تفصيل اكثر بالمحاضرات القائمه. الكونسبت ديزاين ما راح ادخل فيه كثير لاني له محاضرات خاصه ان شاء الله، لكن في عندي بعض التعاريف لازم انا اذكرها هون. لاحظوا معي هون في عندي هذا بنسميه هوريزونتال دايافرام، وهون ادكويت ريجيديتي، هون عندك ريجيد دايافرام. لاحظوا الفرق بيناتهم، في عندي هالعنصرين، هذا بيعطيني ريجيديتي للدايافرام، والحقيقه غياب او عدم تركيب هذا الدايافرام او تركه لمرحله لاحقه بيسبب لي الحقيقه اشكالات، وممكن بمرحله ما بوجود رياح اثناء الكونستراكشن تؤدي لانهيار البيزك بادي للبرج، وراح نشوف احدى حالات الانهيار. لذلك حبيت اذكر هالموضوع كثير كثير، الدايافرام الهوريزونتال دايافرام اللي بتركب بشكل افقي عند مناسيب تغير بقطع التور. ايضا هون بنلاحظ عندي بالداش لاين هالعناصر هاي، نحن بنسميها ريدندنت ممبر او عناصر مهمله، وهذه العناصر ريدندنت ممبر ما بتدخل اثناء عمليه التصميم. لازم ننتبه توصي البرامج الحقيقه والكودات بتصميم الابراج الكهربائيه على عدم اعتبار هذه العناصر الريدندنت ممبر بتصميم الجسم او البادي تبع التور، واخذ بعين الاعتبار، لذلك ما بيدخلوها بعين الاعتبار. رح نذكر ايضا حاله انهيار بسبب هذا الموضوع، طبعا بنسميها ريدندنت ممبر. التصميم او عمليه التحليل ايضا بعدين راح نحكي عنها، بنكون في عندنا فيرست اوردر اناليسيس والسكند اوردر اناليسيس. مثل ما بنعرف الفيرست اوردر هي ما بندخل اثر الانتقالات، اما السكند اوردر بناخذ اثر الانتقالات وبنرجع بنعيد عمليه التحليل ليصير عندي استقرار بالمنشا. ايضا راح نتركها لموضوع التصميم، ايضا هون علاقات بالتصميم، كان في موضوع راح اذكره مهم كثير، وهذا الموضوع كان في نقاشات كثيره للزملاء ان البرج الكهرباء بنعتبره نحن يتحمل اكسل لود اونلي، اكسل لود تنشن وكمبريشن، ومع ذلك نحن بنقول العقد موثوقه. طيب العقد موثوقه معناتها بتتحمل عزوم، كيف نرجع منقول ان البادي او الاليمنت تبع التور بتتحول فقط عناصر، بتتحول قوى شد وقوى
ضغط. زملائنا الكرام، لازم نميز بين عقدة موثوقة واعتبارها موثوقة وبين عنصر موثوق عليه قوى تنقل هذه القوى، هالقوى هاي تنتقل للعقد وبصير عقد، العقد اوريدي بصير فيه عزم. هون التمثيل يختلف، لأن نحن العنصر مثل ما بنعرف بالباكلينج نتيجة تعرض العنصر الزاوية المعدنية الستيل سيكشن لضغط نتيجة هالانضغاط، ففي عندي شروط استناد النهايات، إما يكون موثوق موثوق أو مسنود موثود، مسنود مسنود أو موثوق مسنود أو موثوق فري، يعني مثل الظفر. وكل نوع من الأنواع الاستناد بيعطيني كونديشن مشان الفاكتور تبع الطول. لذلك بالأبراج الكهربائية لاحظوا معي دائما هم وهي ماخذينها من الـ ASCE 10-15 بيقول لك لما بيكون عندي عنصر أو زاوية مربوطة فقط في بولت واحد، بهالحالة بسمي أنا العنصر هو عبارة عن ما عندي وساقة بنهاياته، خليني أقول بسميه متمفصل، وبالتالي الكي تساوي واحد. بينما إذا كان عندي اثنين برغي عدد اثنين، ولاحظوا الصورة مثال حقيقي من الواقع، هون عندي برغي يربط ما واضحة معنا معليش، عنصر ببرغي واحد وعنصر باثنين برغي، هذا نعطيه بارشل رسترين، فبالتالي الكي فاكتور هون ممكن تقل عن الواحد، بينما العنصر هاد راح تكون واحد. هاي بس موضوع كتير مهم عشان أعرف أنا الفاكتور اللي راح أطبقه للطول أو الطول الفعال معي لا يحقق معي العناصر. أحيانا في بعض التصاميم زملائنا بيعتبروها كلياتها متمفصلة فتنهار عنده العناصر، فبفكر أني فعلا العنصر عنده انهار لأني أنت عطيته كل العناصر متمفصلة، فبالتالي اعتبر كي يساوي واحد. لما بيكون عندك أنت عن العنصر أكثر من برغيين بيكون موثوق، فبالتالي الكي الطول الفعال عامل الطول الفعال بينزل معك من الواحد للصفر خمسة، وأحيانا نأخذ صفر ستة أو صفر سبعة for safety factor only. فبالتالي أنت العنصر ممكن ينجح معك، لكن أنت بتظن أن هذا العنصر اللي أنت مصممه وفشل معك، فبالتالي بدك تزيد السكشن، زدت السكشن، زدت الوزن بعدد كبير جدا من التورات، معناتها خربت بيت الشركة اللي عم تشتغل فيها أو اللي عمال تصمم لها نتيجة عدم معرفة العمل الحقيقي أو الفعل الحقيقي للعناصر باللاتيس ستيل ستراكتشر. طبعاً هي التصميم معليش. بنذكر حاليا اسباب او ما هي الامور التي تؤدي لانهيار الابراج الكهربائيه. في كثير امور زملاء تؤدي لانهيار الابراج الكهربائيه منها طبيعيه. هذه الامور هي اولا الرياح والاعاصير عندما تزيد درجات الحراره، عفوا درجات سرعة الرياح عن السرعة التصميمية أو المأخوذة من الأرصاد الجوية والمسجلة لخمسين سنة سابقا، ثم نفاجأ بسرعة رياح فاقت هذه السرعات، إذن هنا يحصل انهيار للأبراج نتيجة طبعا إذا ما قاومت، إذا ما كان عندك سيفتي فاكتور زيادة، إذا ما قاومت هالحمولات أو كانت الحمولة شدة الرياح زيادة كتير، فبالتالي زيادة الإجهاد راح يؤدي معك لانهيار العناصر الكهربائية. الآيس طبعا بدول الخليج العربي عن الآيس ما في آيس، لكن بأوروبا بزيادة الآيس عن الآيس اللي حاسبه أنت نتيجة تشكله على الكوندكتر أو على البادي
على جسم التور أو عناصر التور زيادته أيضا ممكن يؤدي لانهيار البرج الكهربائي. الانهيارات الثلجية والانزلاقات من الجبال، وإذا عندك خطوط كهرباء فممكن الانزياحات أو الانزلاقات سلايدينج مثل ما بنعرف بشكل كتل جلد ثلجية كبيرة، ممكن نتيجة اصطدامها بالأبراج الكهربائية يؤدي الانهيار أيضا. حركة الأنهار، المياه، إذا نهر كان فيه منسوب ونحن مصممين الأبراج الكهربائية على ضفاف الأنهار وفاضة الأنهار، ممكن يؤدي أحيانا لسحب التربة من الأبراج الكهربائية، فبالتالي ممكن انهار البرج بانهيار الفاونديشن بهذه الحالة. الفيضانات أحيانا بيكون عندنا أبراج كهربائية نتيجة البلان والبروفايل، تم وقوع هذه الأبراج الكهربائية بمنطقة وادي، هذا الوادي جاف ممكن لعشر سنوات جاف، لكن فجأة نتيجة تغير المناخ والأمطار، تشكل الأمطار خلينا نقول الثقيلة وتشكل السيول نتيجة هذه الأمطار ومشيت المياه بالسيول، أدت أو بطريقها هذه الأبراج الكهربائية أيضا ممكن ينهار البرج إذا ما عملت بروتكشن لهالبرج، عملنا له بروتكشن ليقاوم المياه ويحمي البرج. وهذا طبعا صار معنا بأحد الأمثلة الواقعية حقيقة، أني صممنا عبارة عن ريتينينج وول مواجهة لجسم السيل أو مجرى السيل، حطينا احتمال يمشي السيل بيوم من الأيام وبالتالي ممكن يؤدي لانهيار هذا البرج، لذلك صممنا جدران مسلحة لتقاوم الأمطار والسيول ونحرف هذه السيول عن البرج الكهربائي. الأسباب الثانية أيضا الغير طبيعية أو غير الظواهر الطبيعية، ممكن السرقات، ممكن أعمال تخريبية، ممكن سيارات العمل تصطدم بالأبراج الكهربائية فبتؤدي لانهيارها. أحيانا بيقول طيب سرقات، هل يمكن سرقة أبراج كهربائية؟ نعم يمكن سرقة الأبراج الكهربائية، وإحدى الحالات أيضا كانت أسباب الانهيار هي سرقة الريدندنت ممبر اللي ذكرنا لكم إياها وقلنا لكم شو أهميتها، اللي ما نعتبرها بالتصميم. الحقيقة تم سرقة عناصر زوايا معدنية، وهذا العمل التخريبي أدى لانهيار بعض الأبراج الكهربائية. ممكن يكون عندنا أيضا عملية سرقة براغي أيضا، وممكن البراغي يصيبها لوز كمان، هلأ بنشوف شلون عملية اللوز فك البراغي بتأدي لإضعاف الكونكشن وممكن تأدي لانهيار العناصر للبرج الكهربائي. طبعا زملائنا فشل أي عنصر كهرباء أي عنصر في هذا الهيكل أو بهذا المنشأ يعتبر فشل المنشأ كله. طبعا عمليات الاصطدام للترك كثير بتحدث أحيانا وبصير اصطدام أحيانا للفاونديشن أحيانا للزوايا المعدنية المشكلة للتور. عندنا الاستراكشر ديفيشنسيز، عندك عدم كفاءة المنشأ نفسه. عدم كفاءة المنشأ له عدة شغلات، ممكن ديزاين غير جيد فبالتالي حتما المنشأ سينهار، ممكن براغي نسينا تركيبة
الاستشاري أو المهندس ما طلع على البرج وشيك على كل برغي أو بولت يتم تركيبه ممكن يؤدي للانهيار. ما عملية الصيانة، جماعة الصيانة ما عندهم تشييك دوري على البراغي، أيضا ممكن البراغي مثل ما ذكرت نتيجة الرياح على البرج عفوا وعملية الاهتزاز اللي بصير بسبب الرياح بيؤدي لعملية لوز في البراغي، فبالتالي البرغي بيفقد دوره هون وممكن ينهار البرج. وراح نشوف مثال أيضا لبرج ارتفاعه 123 متر انهار لعدة أسباب راح نذكرها إن شاء الله. بس نشوف عندك أيضا سوق مصنعية. سوق مصنعية ممكن عندك السايز تصنع سماكة بدل 16 15 وتبعت وتركب فعلا 15، او عامل مهم جدا جدا بالمصنعية هو عبارة عن سماكة الجلفانايز. مثل ما بنعرف الأبراج الكهربائية بالمناطق الساحلية والمناطق المعرضة للكلورايد بالجو بتؤدي لتآكل الحديد وصدع الحديد. لحماية هذه الأبراج يتم عمل هات ديب جلفانايز. عملية الهات ديب جلفانايز هي عملية طلاء تقريبا أو جلفند العناصر الإنشائية أو الزوايا المشكلة للبرج بطبقة من الزنك. أحيانا إذا تأخر المصنع أو الشركة اللي عم تطبق الزنك الهات ديب جلفانايز بدرجة حرارة معينة كما نعلم ل 400 وأحيانا 600 وممكن تزيد، زيادة هالدرجة الحرارة هاي أو بقاء الحديد بخزان الزنك اللي درجة حرارته عالية ممكن يؤدي لتقليص أو تآكل الحديد، سماكة العنصر الحديد بالنسبة للزنك. فبالتالي عندك، لأن مثل ما بنعرف نحن الزنك كيف بتم الطلاء بالهضيب جلفاناز أو على الساخن، بتم التفاعل مع الحديد وبتغلغل مع الحديد. إذا طولت الفترة بتغلغل وبتفاعل بشكل أكبر، فبالتالي بياخذ من سماكة الحديد أو الزاوي وممكن يؤدي إلى تقصف هذا العنصر نتيجة تطبيق الحمولات. وأحياناً عملية التركيب الكيميائي للمعدن نفسه إذا صار فيها خلل بيعطيك عدم كفاءة لعناصر المنشأ أو بينهار المنشأ. ورح نشوف بعض الأمثلة أيضاً على انهيارات من هذا القبيل. عنا رابعا ممكن مثل ما قلنا اي عنصر من العناصر ينهار، فبالتالي المنظومه كلها بنعتبرها انهارت. اذا الكوندكتر او الجراوند واير او الهاردوير، اذا كانت الهاردوير اللي هي الانزوليتر او الهانجرز اللي بيشيل الكوندكتر، اذا كان ايضا في عنده خلل باجهاداته ما بتحمل الإجهادات اللي طبقت عليه أو كان أقل من الإجهاد المصمم عليه أيضا ممكن ينهار، وبالتالي بيعمل لك انهيار كوندكتر، بيعمل خلل بتوزيع القوى مثل ما ذكرنا، بيعمل تنشن أو تورجن على التور وبالتالي زيادة الإجهادات وبينهار عندك المنشأ. طبعا الكونستراكشن أثناء عملية التنفيذ في عنا عدة أسباب مثل ما حكينا. أثناء الكونستراكشن والسرينكينج نتيجة الشد بتخلق لي حمولات زيادة، أحيانا إذا أنت طبقت قوة شد زيادة بتأثر على العناصر ممكن ينهار المنشأ. وفي عندك كمان إذا تتابع السرينكينج عملية الكونستراكشن في ميثودولوجي لعملية الكونستراكشن، وهي الميثودولوجي
بالكونستراكشن، المهندس الشغال بالكونستراكشن المفروض او المشرف الكونسلتنت لازم يشوف الميثودولوجي او الميثود ستيتمنت اوف كونستراكشن للسترينكينج والسيكونس تبعها مشان يتفادى عمليه اي خطا وممكن يؤدي لانهيار البرج. لاحظوا معي هون عمليه اول حاله انهيار حدثت لبرج ارتفاعه مثل ما ذكرت بالسلايدات السابقه 123 متر. ال 123 متر هون لاحظوا ان الانهيار كبير جدا جدا لهذا البرج اللي كان اندر كونستراكشن. لاحظوا اللج المعرضه للشد انهارت القاعده. اللج المعرضه للضغط او الباد او البايل، هون عباره عن باد اند تشيمني من شكل البيدستل، المعرضه للضغط لم تنهار ولكن صار بكلينج للعناصر وانهار منظومه التور بشكل كامل، وراح ندرس اسباب الانهيارات وحده وحده ونشوف صور. لاحظوا احدى الصور اللي كلوز من الكونكشن كيف نقصان بعدد البراغي، لوز بولت موجود عندي اثناء عمليه السترينجينج، عمليه الشد فشل التور وسقى، او ايضا اثناء التنفيذ جاءت ريح قويه بعمليه السترينجينج بالريح القوية بنقص البولت بالبولت اللوز أدى لانهيار البرج اللي شفناه وأثر. لاحظوا معي على الأبراج الثانية كيف صار عندي بكلينج وانهيار بالجزء العلوي من التور. إذن عملية الكونستراكشن من أهم العمليات اللي لازم مهندس التنفيذ ومهندس الإشراف يدقق عليها، عدد البراغي، قوة شد البراغي، عدم نقص البراغي، أثناء السيكونس تبع السترينكينج كيف راح يتم عندي، لأني نحن الكيبل منكم ما شايفين السترينكينج، يعني نحن عم نشد هالكيابل مشان نركبها. إذا اختلفت بتوازن البرج اختلف السيكونس ممكن نحن نشد كيبل اثنين بآن واحد، مثل ما شفنا إذا بالصورة السابقة أني عنا ثلاثة ماشين بولينج ماشين عم تشتغل بالسترينجينج وشد الكيبل وتعليق الكيبل بالهانجرز. خلل بالشد بأي ماشين ممكن يؤدي إلى انهيار هذا المنشأ. الحالة الثانية ذكرنا، لاحظوا هون البرج ايضا هذا ارتفاعه 65 متر. لاحظوا كيف هاي ثاني نهار، الصوره ماخوذه من ثاني يوم من انهيار البرج، انهار بالليل وثاني نهار الصبح تم اخذ الصور. لاحظوا كيف الصدأ مباشره على اللج، وهذه اللج راحت بالقص، انهارت كاني بالقص. الحقيقة يعني نادرا يمكن زملائنا بيعرفوا ما بينهار عندي عنصر الستيل بالقص، لكن انهيار بالقص بيشير لا إما لاحظوا السماكة هون بتقل، إما الجلفاني كانت زائدة مما قلل من سماكة هذا العنصر، أو الكومبوزيشن كيميكال كومبوزيشن التركيب الكيميائي لهذا العنصر لم يكن سليم فأدى أيضا لانهيار البرج الكهربائي. لاحظوا هون، لاحظوا هي أيضا اللج الثاني من البرج أيضا كيف انقصت قص نتيجة التورجن اللي صار على البرج.
طبعا هذا البرج لاحظوا ضخم جدا، لاحظوا السياره، حد السياره مع البرج كيف والانزوليتر كثير كثير كبير. الحاله الثالثه عندنا حكيت عن الدايفرام انا او ذكرت الدايفرام بالموضوع التصميم. ايضا هون انهار البيزك بادي تبع التاور انهار نتيجه رياح ادى لانهيار هذا البادي للتاور. السبب ما كان مركب دايفرام او هوريزونتال دايفرام، لذلك كان ضعيف وانهار البيزك بادي او البادي تاور. طيب الصوره الثانيه هون عندي ايضا تم اخذها بنفس اليوم اللي رحنا صورنا فيه انهيار البرج من الطريق. السبب اني فعلا الرياح كانت قويه جدا جدا، واحد مظاهر هالرياح كانت اللوحات على الطرقات انهارت بسبب شده هذه الرياح. عمليات التخريب الحقيقة أحد المشاريع مثل ما حكينا هون أحيانا الريدندنت ممبر منسميهم، تم سرقة الريدندنت ممبر أو عناصر مهمة اللي ما نعتبرها أحيانا بتصميم اللات ستيل ستراكتشر تاور. نتيجة وجود هالعناصر هاي بتزيد من او بتاخذ جزء من الحموله على البرج الكهربائي. عند هالعناصر بتشيلها بتضعف انت التور وبتضعف الكونكشن. اضعاف التور اضعاف الكونكشن نتيجه السرقات، فبالتالي شو بصير اذا اجت اللود المصمم عليها؟ فبالتالي كريتيكال لود راح يصير معك وممكن ينهار التاور، وحدث معنا ايضا نتيجه سرقه براغي وريدندنت ممبر. مهم جدا جدا للمصمم ان ينتبه على هذه العناصر، وفعلا ما يعتبرها لاني بتساعد كثير بمقاومه اللاتس ستيل ستراكتشر، وإذا سرقت تقريبا بضل بيقاوم لحد ما هذا البرج. في بعض الشركات بتدخلها بعين الاعتبار للريدندنت ممبر أو بعض العناصر فيها لطبعا عملية توفير بمقاطع الحديد. هاي الحالة الرابعة من الانهيار، و أنا بشكركم جداً لحسن استماعكم، وإن شاء الله بحلقات ومحاضرات قادمة سوف نتكلم عن عمليات الحمولات، كيف بنحسب القوى، عفواً كيف بنحسب القوى، كيف بنعمل لود تري للتور، ورح نحكي إن شاء الله عن عملية التصميم وكيف بنختار العناصر وكيف بنصمم العناصر حتى في البرامج الإنشائية، إيش لازم تعمل لفعلاً تمثل المنشأة عندك تمثيل حقيقي بالسوفتوير اللي عندك من خلال فهمنا للتصميم النظري. شكراً كثير لكم، وإن شاء الله أرجو أن يكون في فائدة بلقاء اليوم. أخذنا ساعة كاملة من وقتكم، وأنا كنت مقرر ساعة حتى ما يملوا زملائنا من حديثنا بهذا الموضوع. جزاكم الله كل خير يا استاذنا الفاضل. لو حضرتك تسمح بس الناس تسال، لو حد عنده سؤال باذن الله اتفضل. الله يكرمك استاذ، لو في حد عنده سؤال بس يعمل راس هند. لو في حد عنده سؤال بس يعمل راس هند.
الناس بتقول شكرا لحضرتك على المجهود الرائع، الله يبارك فيه. والله يكرم سيادتك. لو في حد عنده سؤال. يعطيك العافية باشمهندس، شكرا للمحاضرة الشيقة. الله يبارك فيك أستاذ حامد، حياك الله. في مرجع معين للديزاين التاورز شيء ولا لا؟ في طبعا طبعا، أنا ذكرت بداية المحاضرة في عندك ASCE 10-15، هذا المرجع يختص بتصميم اللاتس ستيل ستراكشر للأبراج الكهربائية. شكرا شكرا باشمهندس. هاي المكتوب تحت نعم، ها بكل سلايد حاطته. نعم في حد عنده أي أسئلة؟ شو نسيت، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ سيد. الله يبارك فيك يا باشمهندس، جزاك الله كل خير، يعني أفدتنا في الوقت البسيط ده بمعلومات ما شاء الله قيمة جدا يا باشمهندس، ربنا يجزيك خير والله. السؤال بس حضرتك سامعني كويس يا باشمهندس؟ تسلم تسلم، الله يجزيك خير. الصوت واضح لأن في مكان مفتوح شوية، واضح الصوت؟ إيه تفضل. الله يبارك، الله يبارك في حضرتك. حضرتك احنا في مركز تدريب صيانه تحت الجهد في طلخه، وحاليا في السعوديه برضو شغال في الاوفر هيد ترانسميشن لاين. ما شاء الله، بس الله يبارك في حضرتك، ده احنا لنا الشرف نتعلم من حضرتك يعني. العفو العفو، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا باشمهندس. حضرتك بس انا بسال على نوع من انواع الصيانه كنا احنا بنقوم بيه، اللي هو الهوت لاين انسليتور واشنج، يعني عملية الغسيل بالعوازل والكلام ده، والتكرار كان يكون مثلا كل 3 شهور 4 شهور على حسب نوع التلوث الموجود في المنطقة. صح. هل حضرتك زي ما حضرتك اتكلمت على الجلفرايز ستيل والحاجات دي، هل ليه تأثير على المدى الطويل، يعني مثلا على العمر الافتراضي للأبراج والحاجات دي، ولا الأمور بتبقى يعني ليس لها تأثير؟ والله حقيقة وبصراحة عملية المينتنس أنا ما دخلت فيها ديبلي، يعني أكثر شيء بالتصميم والكونستركشن، لكن إذا المواد في أي مواد كلور حكما بيأثر على الستيل ستراكشر أو أي هي مواد. المياه بتكون منزوعة الأملاح والمياه بتكون بيور، وفي بعض الأوقات بنبقى نروح محطات التوليد بنجيب منها المياه كمان، يعني مياه لها ما بيأثر. ما بيأثر، ما بيأثر ولا شيء. لا، لأن أنت عم تغسل الإنزوليتر، مشان غسيل الإنزوليتر يمكن مشان حادثة الأيون اللي بتصير أحيانا، بصير شرارات كهربائية أو بتعطي هي الأيون بسموها، مو هيك بتسموها بالكهرباء، اللي هو البارشل شارج اللي بيتم على العوازل نتيجة البليوشن يعني. نعم نعم، إذا المي نقية ما بيأثر أبدا على السيل. إن شاء الله. لأن يعني مثل ما بنعرف اللي بيأثر هو عبارة عن الأحماض على السيل. نعم نعم، يعني نعتبرها مثلا زي مياه أمطار أو حاجة زي كده، ليس لها أضرار، لأن كان مثل ما بنعرف مياه الأمطار أحيانا بتكون مياه حامضية. حامضية صحيح. ممكن يكون، ممكن تكون. فإذا كانت الأمطار بتأثر حكما. نعم نعم نعم. لا، هي بتكون مياه منزوعة الأملاح، مقاومتها لا تتعدى 1300 أم على السنتيمتر مربع، فبتكون مياه نظيفة يعني، حتى لها مواصفات خاصة عشان تيجي يعني نظيفة، ما بيأثر أبدا على الجلفنايز. نعم نعم، جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك أستاذ سيد، الله يبارك فيك. الله يبارك في حضرتك. يلا طالما أنت شغال بالسعودية إن شاء الله بنشوفك في أحد المشاريع. إن شاء الله، الله يبارك في حضرتك، الله يجزيك خير. الله يبارك في حضرتك، تحت أمرك. نتشرف بيكم تلميذ عند حضرتك والله. انا الشرف، انا الشرف استاذ سيد. الله يبارك فيك يا باشمهندس، الله يكرمك، جزاك الله كل خير. وياك ان شاء الله. طبعا هو لان الموضوع عن اللود وعن ان جنرال وعن الكيس فيلر، فممكن الاسئله تكون قليله.
تمام يا دكتور، جزاكم الله كل خير، وكانت محاضرة تسلم رائعة. استاذ عمر، الله يكرم أستاذ، وإن انا شاء اللي الله بشكرك كثير. يبقى في محاضرات تانية بإذن الله. يا ريت يا أستاذ، الله يبارك في عمرك، بتشرف بتشرف سي. الله يكرم انا أستاذ، بشكرك جدا وبشكر اهتمامك وحرصك على نشر العلم فعلا شكرا لك أستاذ، وتوزيعه، وهذا شجعني اكثر اني اجي، حتى بنحكي الله يكرم، بغيابك بنحكي مو بحضورك. الله يكرمك استاذنا، الله يكرمك استاذنا، وياك جزاكم الله الله خير. يبارك فيك، شكرا كثير زملائنا، الله يبارك فيكم.